بيكو. انا بسمه الفيومي. النهارده هنعمل مع بعض المنقوشه، هنعمل منقوشه الزعتر والجبنه، احسن من بتاعه المحلات وانضف واوفر. وصدقوني لو مشيتوا على الوصفه بالتفصيل عمركم ما هتشتروا مناقيش تاني من بره. بس قبل ما نبدا الوصفه، انزل حالا 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 اعمل سبسكرايب للقناه وفعل علامه الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، حلو وحادق وعجين وكل حاجه. لو عجبتك الوصفه اعمل لايك، وعايزاكم بقى في الكومنت تكتبوا لي اي وصفه انتوا عايزينها، اي اكله اكلتوها بره وعجبتكم، ولادك بيحبوها وبتضطر تشتريها من بره، اكتبوا لي وانا هعمل لكم كل الوصفات اللي انتوا عايزينها. شايفه العجينه طريه ازاي وفظيعه؟ بصي هشه جدا جدا جدا. عايزه توصلي العجينه زي دي كملي الفيديو لحد الاخر. اول حاجه هنحتاج مع بعض مكعب من الخميره الفوريه. انا بفضل الخميره الفوريه الصراحه في العجين، بيتزا، المناقيش، بفضل الخميره دي جدا. هنحط الخميرة وهنحط معلقة كبيرة من السكر وعلبة زبادي، علبة الحجم اللي بنجيبه من السوبر ماركت، العلبة الصغيرة. هنقلبهم مع بعض. خلي بالك الخميرة دي بتدي قوام تحفة. وهنحتاج نص كوباية من الدقيق. نخلطهم كويس مع بعض. وبعدين هننزل بالمية الدافية. ما اقدرش اقولك هنحتاج مية قد ايه. انا هوريكي قوام العجينة عامل ازاي وانتي اللي تقرري تحطي مية قد ايه، لان كل نوع دقيق بيختلف. هنقلبهم مع بعض كويس. الخطوة دي مهمة جدا. الخطوة دي بتخليني اتاكد ان عجينتي ان خميرتي كويسه، بتشغل معايا الدقيق عشان ما ياخدش مني مجهود جامد لما اجي اعجن. هنقلب كويس وبالطريقه دي، تقليب كتير كتير. عايزه تقلبي بالمضرب وتدي فيها هوا كده زي ما انا بعمل، اعملي كده هوا كده جامد وقلبي. قلبي كويس. التقليب ده مهم جدا مهم جدا، ده اللي بيشغل الخميره، ده اللي بيخلي الجلوتين اللي في شويه الدقيق اللي انا حطيتهم يشتغلوا. عشان كده انا حاطه نص كوبايه من الدقيق في التخميره الاولانيه. خلي بالكم احنا عندنا تخميرتين بس كده. خلاص كده تمام. هنسيبها تخمر. ودي بعد ما خمرت معايا انا سبتها حوالي نص ساعه. هنحط بقى كوبايه من الدقيق وكوبايه كمان. وكوبايه كمان، يعني نعتبر احنا مستخدمين توتال الدقيق كله 3 كوبايات ونص. ودي رشه الملح طبعا، اللي مع اي عجينه فيها دقيق لازم نحط رشه الملح بتاعتنا. تقليبه كده. وبعدين هننزل بالمية الدافية بتاعتنا، ننزل ونقلب. انا عارفة موضوع العجنة هيبقى كتير وهياخد منك مجهود، بس عشان احنا بتعامل من غير عجان، في العجان طبعا هتاخد ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. ونضيف المية واحدة واحدة. خلي بالكم النقطة دي ما تحطيش مية كتير عشان ما تحتاجيش تحطي دقيق تاني، واحدة واحدة لحد ما العجينة ايه تبدأ تلم معانا. وهنعجن كويس بايدينا بقى. خلاص ايديكي دي والله احلى من اي عجان، يعني انا ما بفضلش العجان قوي، بحب عجن العجينه بايديا، انا اصلا بحب العجين بعشقه. يعني نجيب بقى ايه على الترابيزه كده، تكون نظيفه طبعا وتعجيني كويس جدا، عجني بقى مستمر وتعجيني زي ما انا بعجن كده. نلم العجينه ونشدها، نلم ونشد. ايوه حط مية تاني. شوف انا بحط مية واحدة واحدة، كل ما احس ان العجينة محتاجة مية اضيف مية، ما اضيفيش المية مرة واحدة، ما اضيفيش كمية كبيرة عشان ما تضطريش تحطي دقيق تاني. هنعجن مع بعض. عجيني جامد، عجيني جامد وعجيني بحب. العجينة كل ما انت بتحبيها كل ما بتطلع تحفة. بصي انا عجنت لحد ما وصلنا لايه، لحد ما بقت العجينة عاملة ازاي، طرية بس طلعش من ايدك. هنحط دلوقتي الزيت، برضو هنحطيه زيت كتير، الزيت الكتير بينشف العجينة، ملحوظة دي مهمة جدا. انا شوفي الكمية دي كلها تقريبا انا هحتاج معلقتين زيت كبار مثلا، مش اكتر من كده، العجينة بس ايه تبقى طرية، انما الزيت الكتير بينشف العجينة.
بس خلاص ونعجنها كده اخر عجنه ان شاء الله. هنلمها بقى كده بايدينا. بصوا العجينه عامله ازاي، العجينه يعني ما بتلزقش في ايديا بس في نفس الوقت طريه. بصوا عامله ازاي، بصوا بتمط ازاي. ده كده ده عشان انا عجنت كتير بقى الجلوتين بتاعها كده، طول ما العجينه بتشد ان شاء الله كده العجينه تطلع منك مظبوطه. بس يا ستي، وبعدين دلوقتي هنغلفها بطبقه من الزيت. النقطه دي مهمه، تغلفيها كلها بطبقه من الزيت عشان ما تعملش قشره عليها من بره، وعشان لما تيجي تطلعيها من طبق من الطبق تبقى سهله. بس هنحطها في الطبق ونسيبها تخمر في مكان دافي. سيبيها يا ستي على الاقل ساعه. ادي على العجينه اهي بعد ما خمرت، بصوا شايفين، شايفين هشه ازاي، شايفين جميله ازاي، مليانه هوا. نخرج الهوا منها ونبدا بقى ايه نشتغل. رش الدقيق كده على الترابيزه النظيفه، ونجيب كوره من العجين لفيها في ايدك لحد ما تبقى شكلها زي الكوره مدوره. ايوه زي ما انا بعمل كده، لمي من تحت لمي من تحت لحد ما العجينه تبقى مكوره. بس هنحطها ونجيب النشابه ونفرد. بصي انا بفرد ازاي، ايوه حركه ولفي حركه ولفي عشان تديكي شكل الدايره. شايفين السمك، السمك ده بتاعك بس انا بفضل في الخميره في المنقوشه تبقى السمك ده. ادي العجين بتاعي اهو، انا عملت احجام مختلفه، اعملي الحجم اللي يريحك والشكل اللي يريحك. ومش هتفرق على فكره في الاحجام، كله هياخد نفس السوا في الفرن. ده بقى الزعتر، الزعتر ده انا بجيبه اسمه دقه زعتر، بجيبها من عند العطار، بحط عليها زيت زيتون، رشه ملح صغيره، ومعلقه من السماق بس. ودي حشوه الجبنه، حشوه الجبنه بقى انا بفضل الصراحه اجيب جبنه قريش، عليها جبنه رومي، عليها جبنه موتزاريلا، ولو في جبنه كريمي يبقى يا ريت، ومعلقه من حبه البركه، ونخلطهم كلهم كويس مع بعض. وحطي اي جبن عندك يعني مش هتفرق. هنعمل العجينه كده بصوابعي زي حفر كده. دي مثلا انا مش عايزاها تنفخ، عايزاها تبقى رقيقه، فبالشوكه ونمشي فيها. انا بوريكي كل الخيارات وانت اختاري اللي يريحك بصوابعك. وبعدين بقى نبدا نفرد الزعتر بالمعلقه، نفرد كميه حلوه كده، نغطي العجينه كلها. كل ما كان العطار اللي بتجيبي منه الزعتر كويس ونوعه نظيف هتطلع منك طعمها حلو جدا. الزعتر ده مهم جدا، وطبعا نوع زيت الزيتون اللي بتستخدميه. تفردي العجينه كويس، تفردي على العجينه كويس طبقه كده حلوه. وبعدين نبدا نفرد طبقه ايه الجبنه. طبعا الكميه اللي تريحك، يعني في ناس بتحبش المنقوش عليها جبنه كتير، بس صراحه انا بحبها مليانه جبنه، بعشق الجبنه. هنجيب بقى ايه، نبلي صوابعنا كده بنقطتين من الزيت ونفرد الجبنه بيها. ما ينفعش تفرديها بالمعلقه عشان العجينه ما تتقطعش منك. انت امسكي العجينه بايد والايد الثانيه اللي فيها الزيت بتفرد الجبنه بس كده، تمام وبالراحة. خلي بالك عشان العجينة ما تتقطعش منك، عشان موضوع فرد الزعتر اتفرد بسهولة عشان هو مليان زيت. بس هندخلها الفرن على درجة حرارة 260، أعلى درجة حرارة عندك. ودي بعد ما طلعت، خلي بالك ما بتاخدش في الفرن وقت، يعني أنا بدخلها على فرن حامي جدا وبسيبها تصغير. بصوا العجينة تحفة ازاي، تحفة جدا جدا. أنا عايزة أقولك أنا ما بجيبش مناقيش من بره خالص، ما بحبهاش، ما بقتنعش بيها. المنقوشة طرية وجميلة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا علامة الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية، واوعى تنسوا تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة.